صحيح. اختبار يا كابتن شريف، انا فاهمة دلوقتي من كلام حضرتك ان احنا مطالبين بالفوز فقط ونشيل الاداء على جنب، يعني انت النهارده تفوز باي طريقه والاداء ده نبقى نتكلم فيه بعدين، او ما تطالبونيش بالاداء، ده كلام حضرتك نظرا للمصابين، خروج المصابين والغيابات، الضغط المتواصل على اللعيبه سواء على المستوى المحلي او الافريقي، في نفس الوقت عندك اداره او مجلس اداره بيوفر الدعم في كل اللعبات وخاصه طبعا كره القدم، فانت مطالب النهارده ان انت عايز من كل مباراه جايه ان انت تفوز بس، ده كلام حضرتك انا فهمت كده، بتدعيمه كمان واحده إيه؟ ان احنا بنحاسب كل الخطوط، بحاسب الخط الدفاع بتاعي النهارده بيخش ويخرج لعيبه معينه، انا عايز كل لاعب بيخش ويخرج يبقى على مستوى A1 يعني كلاس A، ما يغلطش غلطه، يعني عايز على طول محمد هاني ده في تقييمي ليه، يعني الناحيه اليمنى توب فور، الناحيه الشمال في الغيابات اللي موجوده ما اعرفش ايا كان مين يلعب لازم نساعدها وتبقى توب فور، نص الملعب بغيابات حمدي فتحي بدخول ديانج، ديانج ده ما مش مفروض ماتش واحد يبقى اوت اوف فورم اذا كان بره مصر او جوه مصر، احنا عندنا طلبات كبيره جدا وكثيره جدا، ناهيين ان احنا بنفكر في الطقوس اللي بيلعب فيها اللاعبين اذا كان في السودان على الارض زي دي او في سيمبا على الاكسجين اللي هو مش موجود اصلا في الملعب الرطوبة. بتعملي ماتش كبير او ده فيتا كلاب ما بتحسبلكيش، يقول لك هو ده النادي الاهلي انت في البلس بلس بلس، ده العادي بتاعك في الايجابيات، ده العادي بتاعك، يعني برضه لازم نشكر الناس كلها على المجهود والجو والاجواء اللي احنا بنشتغل في افريقيا، انا لو بلعب في اوروبا كان حسابي يبقى عسير، الادوات في اوروبا وانا عارف ملاعب زي الحرير ادوات كلها متاحه ليك، فيش غير شويه مطر او اي حاجه انت متعود عليه والارض بتشرب المايه بسرعه، يعني لعبوا تلج في باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في تلج والماتش عادي جدا مش حاسس اي حاجه، المباراه اللي فاتت الكلاسيكو شفت المايه امبارح يمكن المطر كان غزير لدرجه الراجل غير التيشيرت ميسي ميسي، فبيبقى عندك حاجات لازم الناس فاهماها، بس اسم الاهلي كبير قوي، الاعذار مش موجوده، بعدين نيجي في التقييمات نلاقي ان موسيماني طلع احسن مدرب في التقييمات، وراجل جميع العناصر اللي موجوده في النادي هي اللي بتكرم، هي اللي على المستوى في رابطه النقاد وكل حاجه، احنا الحمد لله الاول في كل شيء الحمد لله، في الاداره في الفنيات في الملعب في كل حاجه.